إلى الطارق. كرة إدارة كرة الأكاديمية إعطاء 5 دقائق إضافية للطلاب الذي سيقوم بجل الأطباق شرط عدم توقف عن غناء خلال هذه العملية. يلا بنبلش. في يوم وليلة. طب قومي قومي عشان يتكلم في التليفون. قومي. مش هنلحق مش هنلحق يا حلي. لقيتوا الورقة؟ أنا مش اللي شايلها. تسلم لسواتي تبلي. 5 دقايق بالتليفون. يا خسارة. نسيم سي تبلي شو فهم دوني امينيت؟ أنا أختي غادي تولد عفاك غير مع ماما. أنا عطيتك أمينيت عقلتي لي هذاك النهار. أه؟ نسيم تو فو با؟ علينا روحنا على بحر شو نزلنا نشرب ودوبنا فيه وإيديك كل دقيقة رعدك واليوم والعشاء من شهدها بتسينا وبكرة مستنينا حجرها هنذوق عسل 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 يعني أنا يا حبيبي وجوه الراحة تفضل حبيبي اللي أنا فاكرانا اللي تنا من ضيعة حملاتي على ضيعة كلم خلاص أنا كل حاجة حط صمود البتاع يلا نكسر النور يا عيني يا ابني نسيم اكمل الجالية انا دقيقتين اخدهم منك يا سهل عمري كله للفرح والحب بجد يا كنترول يعني لو هتديله 5 دقايق بس انتوا متخيلين نسيم وقف خلص كل الجالي ده معجزه والبار ما تنساش البار لا طياره شويه عليك قوم يا حبيبي ملوك بقول لك على حاجه عشان يبقى في عدل اللي هياخد منك اي دقيقه ينظف البار وينظف الحاجات اللي حواليه غير حاله كان دي ما في يسوي وغيابه عليا انت فاتت الميه ليه؟ لازم شيء يحدث ملوك والله حال الدرعاوي دهاله 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 عم في حرام عليك فاكيني بلاسين اجتنا رسالة بتقول انه قررت الأكاديمية إعطاء 5 دقائق إضافية للطالب الذي سيقوم بجلي الأطباق شرط عدم توقف عن الغناء خلال هذه العملية حظا موفقا. أنا جريت إلى المطبخ وقررت انه أجلي كل الجليات مع عدم توقف عن الغناء وفزت بالمسابقة وطلع لي 5 دقائق تليفونات. ألو الو وينك تمام توحشتك برشا الو وينك يا بابا لاباس نحوال وانا وس اسمعني شنو الجو برا عندك سبار دفوراتك سبا كملتهم اسمع اسمع